عيسى عليه السلام. بماذا فاز؟ لماذا إلى اليوم هناك الديانة النصرانية وهي الديانة الأولى أو الثانية في العالم؟ لماذا؟ ليس بمحاكم التفتيش، قطعاً ليس بمحاكم التفتيش، إنكويزيشنز، ليس بحروب الصليب، شارلمان والسكسون وأمثال، مستحيل، ليس بالقتل أيها الإخوة، واعتقال إيه؟ حريات الناس والدوس على حريات الضمير وإكراه الناس على الدين، كل هذا ساهم في إضعاف النصرانية وفي تشكيك أهلها فيها وخروجهم منها أفواجاً. وانظروا إلى الغرب اليوم بسبب هذه الأشياء، لكن النصرانية لا تزال موجودة وديانة واسعة وممتدة، وكان يمكن أن تكون أوسع بكثير. بماذا؟ أنا أقول لكم بماذا؟ بالسيف الذي حمله المسيح، لم يحمل يوما سيفا المسيح، ولا مرة حمل سيفا. في اللحظة التي تم القبض عليه فيها وأخرجه بطرس، بيتر الأكبر هذا، بطرس عفوا الحواري كبير الحواريين، أخرج الخنجر لكي يدافع عن سيده، قال له أغمد خنجرك، من سل السيف بالسيف يكون موته، أنا سأستسلم لهم. هكذا المسيح انتصر، ليس بسيف لم يرفعه يوما، لم يفكر في رفعه أصلا، انتصر بموعظة الجبل، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. المسيح علم بقوة إلهية صبت في قلبه، في أعصابه، في عروقه، سارت فيه مسرة الدم في العروق، علم أيها الإخوة أنه لا يقهر الجريمة، لا يقهر الظلام، لا يقهر الشلل، لا يكره التشوش والإرباك، إلا قوة الحب والمغفرة والتسامح. كل ما ذكرت نار، والحب هو الماء، إذا التقت الماء والنار، ماء لا ينضب ونار لا تنضب، الغلبة للماء، الغلبة للماء.